طب رجاله، بما اننا وصلنا بطل فيفا 2، فاحنا ايه داخلين على تصنيف اعلى واعلى واعلى وجمدان اكتر واكتر بقى وخلاص، وبتلعب في المصنفين. احنا كده كده طول عمرنا بنلعب في المصنفين. فانا النهارده في الفيديو ده زي ما انت شفت كده من العنوان ومن الصوره المصغره، جبت لاعب خارق حرفيا، يعني جبت واحد كده ايه هيظبط لنا الدفاع والدنيا بتاعته، الاخ فاندر سار. فاندر سار كده، فايه اللي مش عامل لايك اعمل لايك، واللي مش مشترك في القناه اشترك علشان احنا هنطوره في الفيديو ده ونظبط الحكه كده ونولع الحكه. يلا انزل لايك لايك يا اسطى كده، ومشترك عشان احنا خلاص قربنا كده على يعني فاهم ال 7000 كده، عشان ونولع الحكه كده ونظبط الحكه ان شاء الله كده قريب. المهم يا جدعان، هنطور النهارده فاندر سار مع بعض ونظبط له كده الحكه ونولعه خالص كده، وهيخش معانا التشكيله كده وينور فيها، وهنطور. بص هتشوف كميه نسخ دودك وحوارات وقصص كده. يلا بينا كده هنرق احلى تطوير للتشكيله ده، على فكره ده احلى تطوير للتشكيله، ده انا صارف عليه كل فلوسي، صارف عليه كل فلوسي، والفيديو الجاي هنصرف عليه. المهم يلا بينا كده نبدل الاخ اونانا بالاخ فاندر سار، الاثنين تسعينات، بس طبعا اونانا هيكون متطور احسن منه بكتير خالص، لان اونانا واخد 5 رانك، انما لسه فاندر سار ده مش واخد اي حاجه. فالمهم يلا بينا كده تعالوا ايه نعمل ترقية التصنيف. نرقي التصنيف اول حاجه كده، انا هرفعه هديله واحده دودك. شايفين الجمدان بتاعه؟ شايفين الحلويات؟ شايفين الدنيا بتاعته؟ اوف، ناخد لها بس سكرين بس. طيب نعليه باتنين، نعليه باتنين علشان خاطر يبقى من 15 ل 20. يلا يلا، بص بص الجمدان، بص الحلويات، بص الحلويات، بص 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 لطف، بص خليته اوفر 92 وهبقي 3 مرات. بص انا عامه انا مش شايف حد افضل منه اصرف عليه نسخ دودك لدرجه ان هو يوصل احمر، هيوصل احمر يا جدعان. انتوا متخيلين انا فاندر سار ده المفروض ياخد 25 رانك، فاندر سار هياخد 25 رانك، يعني متخيلين الحلويات؟ اه فاضل 5 دودك، انا ممكن اجرب واحده دودك يعني فاهم، بس انا حاسس ان انا لو جربت واحده دودك الدنيا هتضيع. بصوا باوفر 93، سيبكم من تقاطع، وتقاطع لسه ما طورتش في حاجه ولا عملت فيه اي حاجه، هو لسه فاضل 93، فانا حالي 5 دودك بس، يعني حاجه بسيطه كده، ممكن نجيبهم من احداث ولا من اي حاجه كده ولا من اي امام ونطوره اصفر وباصفر كده. بصراحه فاندر سار هيطول معايا وهيقعد معايا بتاع حوالي 3 4 شهور تاني، فانا محتاج ان انا اقعده، محتاج ان انا اخليه 30 رانك، محتاج ان انا ايه اذل العيال زي العيال اللي بتذلني دي، اللي انا بكون انفرادات في التصنيف والواد مطور مطوره 20 رانك فاهم، باصي له الكوره ما تخشش فيه. المهم يلا بينا كده تعالوا ايه، تعالوا نشوف نظبط نقاط المهاره بتاعته في الارتماء وتمرير حارس المرمى. اكيد احنا مش هنعمل تمرير حارس المرمى، انا مستحيل اعمل تمرير حارس المرمى، يعني انا جايب حارس مرمى عشان اخليه باصي ويشوط ويرفع؟ لا اكيد لا، يعني اكيد كل الحراس بتعرف تباصي وتقول، فاحنا هي الارتماء هنعليها اعلى حاجه وواد هذا التلاتة، بعد كده هندي واحدة لحارس المرمى هيكون حد أقصى. تمام أنا كده خلاص فل الفل، وبيجي جامد فشخ، يعني هو كده جامد فشخ ولسه ما حطيتش فيه ولا تدريبة واحدة، فاحنا هنحط فيه تدريبة وبعد كده نخش كمان نجربه بقى في كم في الماتشات بتاعته. طب رجالة هنطوره 10 ليفلات، 10 ليفلات كده بس على الرأي، تسخين، نوع من أنواع التسخين، عشان لسه مش جايب لعيبة وخسرفت كل فلوسي على فاندر سار، وهنخش نجربه بقى في ماتشات ونشوف الدنيا بتاعته. بس أدي أه تقاطع يا جدعان، بما إن هو يعني أحمر ومتطور 10 رانك، فدي تقاطو، ولسه هنطوره اكتر واكتر الفيديوهات الجايه، او هعمل انا فيديوهات تفتيح باكجات وحاجات زي كده الفيديوهات الجايه عشان خاطر نجيب فلوس ونولع الحكه كده مع بعضينا. تمام هنخش دلوقتي بقى ايه نجربه في ماتشات ونلعب بيه ونشوف الدنيا بتاعته عامله ازاي. طب يا جدعان انا دلوقتي 1,151,000 وفي 800 و 880 على السيلفر، انا بقول كلمه سيلفر غلط، محدش يعدل لي في الكومنتات، انا كده كده ضعف في الانجليزي يا باشا. يا باشا انا كنت بتعلم تعليم مجاني يا باشا، مش هفضل كل مره عيد. كنت بتعلم تعليم مجاني، ده المدرس نفسه ما كانش بيعرف يقرا كلمه، كان ما كانش بيعرف يفرق بين سيلفر وسيلفر. سيلفر اللي هو السيلفر اللي هو المعدني تقريبا، او حاجه قريبه من المعدن، حاجه لونها سيلفر، في اسمها سيرفر، في سيرفر غير السيلفر. فما ما تجننوناش يا جدعان، كل واحد يحسسنا في الكومنتات ان هو خريج، ما انا عارف ان انت خريج يا اسطى مدارس اجنبيه، بس انا بقول لك خريج مدرسه حكومي ببلاش رخيصه عويله ذليله. انا من المواد اللي ضد، انا ما خدتش بالي داخل بتشكيله مين. المهم احنا هنولع الحكه كده، هنزل الماتشات كامله، ننزل الماتشات كامله ونلعب مباراتين برضو النهارده كده، نولع فيهم الحكه. ودي وديجير، انا مش عارف ليه حاسس الخصم عايز يجيب فيها اهداف، يعني حاسس الخصم عايزين نجرب الخصم لما يجيب فينا اهداف المباراتين دول انظامهم والحلويات بتاعته. يلا يا بيه ارجع على الرايق كده، على الرايق كده ماشي، خش خش ولا الحكج. لا 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 لا، دنروما صدها يا جدعان، صد صد هدف محقق. يا ترى يا ترى فاندر سار هيعمل زيه ولا لا؟ يا ترى يا ترى، هل ترى فاندر سار هيعمل؟ ماشي مالديني، انت حبيب الكره مسكها ايه مالديني، انت هتهاجم ولا ايه؟ مالديني مش راضي يرجع ورا، مالديني مش راضي يرجع ورا يا جدعان، ده حوار حوار ورا، مستر مستر يا رب. ايه ده يا جدعان؟ والله مالديني طالع هجوم يا جدعان، مالديني لحد دلوقتي في خط النص، ايه العته ده؟ امسك امسك يا ديابي، امسك يا ديابي، عاش يا ديابي. يلا يا روديجير،
ماشي يلا على الرايق. جادة ادي الجينيولا، جينيولا يدي لي النيدفيد، النيدفيد يخلي باله. يلا لا لا ايوه، انا بحبك كده، انا بحبك كده، انا بحبك كده. ولع الحكه اساك وجعل. شفت المهاره. معلش 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 يا رب، بس تتعادي يا رب. المهاره اللي انا عملتها بيها يا توري، حتى لو ما تعادتش انت ممكن تعيد الفيديو كده تتفرج على الهدف التاني. بص المهاره دي ما يعملهاش غير حد زي البابا. بص خدت بالك، خدت بالك من اللفه دي فاهم؟ عشان الغيه، عشان الغيه كده. ما انا صايع، انا عشان الغيه، ما انا صايع، ما انا ممكن افتح ستور دلوقتي وهكر للعيال واشحن لهم مليون جوهره واخد فلوس. بس انا ما بعملش كده ليه؟ عشان انا ما احبش اعرض اكونتات الناس للخطر، تمام؟ ولسه بنحقق في الموضوع ده وهنشوف الدنيا. بس ما انا ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده والله، بس انا مش عايز اعمل كده والله. كذا ستور عرض عليا الحوار ده وانا رفضت. كذا حد قعد يقول لي هديك مبلغ كذا وهديك كذا في الشحنايه، وانت عندك ناس بتتابعك وعندك مش عارف ايه. قلت لا، يعني ما بخشش في حوارات الهاك يا صاحبي. والله انا اسف يا صاحبي، ما ماليش في الهاك، ماليش في الهاك، واكتر واحد بيكرهه فاي حاجه تيجي من الهاك في 60 دقيقه. يعني عشان ايه؟ نحافظ على الناس يعني. انما الشغل الجله ده والحوارات واشحن وما اشحنلكش ايه ده؟ انا حاسس ان انا زي ما اكون فتحت القسم الدفاع وانا بحكي. يلا على الريق، يلا جنيول، يلا ايه ده؟ يلا ايه جعد يا اسطى؟ اساك يا جدعان، شكلنا هنغيره قريب، شكلنا هنغيره قريب. بس توقع هجيب مين؟ يعني تتوقعوا هجيب مين؟ اللي هيتوقع سحب في الكومنتات مش هعمل له حاجه، لان انا كده كده فقير يعني. ما تفتكرش مثلا ان انا اقول لك هديك ولا اشحن لك مليون جوهره، ما انا ولا اشحنهم لك، اشحنهم لك بالهاك، اشحنهم لك بالهاك. افقد الاكونت بتاعك وانا اقول لك بيعمل ايه يا صاحبي. يعني بما اننا بنرغي كده واخوات في الفيديو كده، وانت عارفني فضحي وشخص ما بلش بقه فوله، ويعني اللي على بقى لساني، وانتوا برضه اخوات يعني، مش غراب يعني، مش غراب، مش ناس غريبه يعني. كده كده اللي بيتفرج عليا 400 واحد وانا مبسوط بيهم، تمام؟ تخيل 400 دول يعملوا لي لايكات. بس المشكله ان 400 ما بيعملوش لايكات، في ناس ساكته، في ناس فاهم اللي هو ايه يا اسطى؟ يعني انا موقف قدامك روديجير برضه بتشوت، يعني عيب، يعني عيب يعني. يلا ايه ده؟ انا والله ما كانش قصدي كده، بس الموبايل بدأ يسخن. انا هجيب مهاجم انا شايفه مع الخصم. يعني انا في المهاجم اللي انا هجيبه قريب شايفه مع الخصم، هبيع جعيده وهجيبه، شايفه مع الخصم، شايف الخصم كمان بيلعب بيه. والله ديابي، ويرجع ديابي. والنبي يا اسطى، والنبي يا اسطى، والنبي هات التاني يا اسطى. والنبي يخرب بيت ديناروما، يخرب بيت. يا ترى الحارس بتاعي يصد كده يا جدعان؟ بعد التحديث الحراس اتحسنت، فانا عشان كده اول قرار خدته جبت فاندر سار. يعني حتى من قبل التحديث يعني، كنت كان حراس، كان فاندر سار كان معفرطني، بعد التحديث عفرتني اكتر والله، خلاني احلف بلال اجيبه. وجبته طورته، جبته طورته اهو قدامكم الفيديو بتاعه ده، الفيديو بتاع فاندر سار ده، ده الفيديو بتاع فاندر سار، فاهم ايه؟ طيب ايه يا اخويا؟ لا 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 لا، ما تفتحوش الدفاع كده. انا ما طلعتش فريمبونجو ودياب الاثنين كده بالطريقه الغبيه دي قوي، ويعني بص هبلع دلوقتي بشكل خرا. اه الحمد لله مالديني، الحمد لله مالديني ان انا وقفته، الحمد لله والله. انا مش عايز ابلع، انا مش حابب اخسر في الدقيقه 80 ولا الحوارات دي يعني. بيبقى الموضوع بشع فاهم؟ هو الواد طلع من المباراه ولا طلعني ولا ايه؟ اه ده كان بيرد على رساله واتساب، كان بيرد. اخسر؟ لو هخسر قوله ايوه انا عايزك ترجع لورا كده يا روديجير فاهم؟ لو كنت عايز تسيبها والله والله العظيم حاسس اللعبه عايزه تخليه تعادل، والله وبحلف بالله حاسس اللعبه عايزه تخليه تعادل، مش عارف ليه، انا مش عارف ليه. يلا يلا يا اسطى، الله نيدفيد. لا على الرايق، على الرايق جينيول، ولع الكلام نيدفيد. والنبي يا اسطى هاتوا التاني يا اسطى، هاتوا التاني يا اسطى، عايزين نعمل لقطه. ايوه عايز اعمل لقطه يا اسطى، يا اسطى والنبي. اوف اتعملت اللقطه، اتعملت اللقطه، انا جامد. انا جامد، انا ما بحبش اتكلم عن الجامدة، ننزلها تيك توك، ممكن ننزلها تيك توك والله. انا بحب اللقطات دي، بحب اللقطات دي تنزل تيك توك. بص كنت عايز اعمل باور شوت وبتاع ولقطه واخش بينهم بس تتعمل لقطه. جينيولا جي ورا خلص خلص فاهم؟ امال انا موقف على فكره، ده انا موقفه بذكاء. اوعى تكون فاكر ان انا موقفه كده وخلاص. لا يا صاحبي، انا بابا، انا موقفه بذكاء. فاندر سار مسك كوره، فاندر سار مسك كوره يا جدعان، فاندر سار مسك كوره. ايه الجمدان ده يا فاندر سار؟ ايه الحلويات ده فاندر سار؟ توب 250 نور من فوق يا جدعان بعد التحديث، حد واخد اللي باله كده؟ هادي كده وجنبها توب 250، ان شاء الله نجيب 50، ان شاء الله نجيب 50، نجيب 50 مش عارف انا والله. بس انا مش عايز اتضغط تاني، عشان كنت اخر 6 ساعات ساعه التوب 250 قعدت العب ونقابل هاكات وبتاع. ده انا عندي واحد صاحبي اسمه يوسف، يعني الناس بتتفرج على فتح عارفه، هاك على الهاكر، سبت له الدوري ومشيت والله، سبت له فاهم؟ كان اصحابه بتاع في الدوري، الدوري كله بتاع بيهاك، فاللي هو سبتهم فاهم؟ اللي هو يا جدعان انتوا هتتهاكوا خلاص، انتوا شويه هنتهاك على بعض. الله يا هادي، ولو قابلتك ههيكك،
قلت له لا يا عم، وتهكني ليه يا عم، انت شكلك متهك لوحدك، فانا ايه اتهكوا بعيد عني. فسبت الدوري للشباب ومشيت ورحت مع امير. امير ده كان شاب بيدعمني في التيك توك، يعني قعد يبعت لي دعم كتير كده، فاهم، ورد وحوارات وقصص. فقابلت الورد ده، وبعد كده لقيت امير بيقول لي ما تيجي الدوري بتاعي. قلت له امير انا ما بلعبش يا امير. قال لي ما مش عايزك تلعب. قلت له امير انا احب لما اكون في دوري اكون رئيس بتاع امير، عشان ما تبقاش بلاقي وسط اليوتيوبرز. معلش يعني، ما انا ممكن فاهم ادي لك تفتيح باكيجات وحوارات وهلس، بس انا فعلا ما اعرفش افتح باكيجات. ليه؟ عشان انا معيش فلوس، عشان فقير يعني، فاهم، الدنيا ضايعه. بس بشكل عام فاهم، قال لي امير قال لي خلاص يا عم تعالى هخليك ادمن وهخليك مسؤول في الدوري ومش عايزك تلعب، واعمل لك ايه تاني يعني فاهم، اديك فلوس عشان تيجي خد. راح باعت لي دعم تاني. فاهم، قلت له يا عم امير بس بلاش، بس كنت تحلف. فرحت الدوري بتاع امير. بس دي قصه الدوري يا جدعان، عشان الناس كلها بتسالني هادي انت في دوري؟ اه يا جدعان انا في دوري، بس يعني فاهم انا خساره عليهم. انا امير لاش امير بيحبني كان زمانه رماني اساسا. طب نلعب عدل بقى؟ انا ما نلعبش عدل، انا عايز اجرب فاندر سار، فانا مش هلعب عدل يعني فاهم، انا هقعد اهزر بس ممكن يعني نجيب هدف. ايه ده يا صليبه، مالك يا صليبه، انت منمت شديد كده اساسا، انت مالكش فيها صليبه. ايه يا اسطى، مالديني يا مالديني يا مالديني، ايه الطلعه البيض دي اللي انت طلعتها؟ مش كفايه روديجير بيطلع؟ لا والنبي والنبي يا اسطى، والنبي يا اسطى، ايه يا فاندر يا سار، ايه يا فاندر يا فاندر، ايه احا احا، انا صارف كل فلوسي يا راجل. لا يا لا انا جايبك عشان تتصد، انا صرفت اللي ورايا واللي قدامي. لا لا ما تقولوش، لا، هي اكيد اتصدت، هي اكيد اتصدت، اكيد شغل جرافيكس ده. استر استر يا رب، فلوسي فلوسي يا اولاد المت، فلوسي فين فلوسي يا اولاد، استر ان شاء الله. لا، استر استر يا رب، على الرايق على الرايق، اجعاد والنبي يا اسطى، يا اسطى استر على الرايق على الرايق يا اسطى، على الرايق. خش يا فرنبونج، خش خش هاجم يا عم، انت هتاخد الكرة وتلف لي، ايه اللف ده كله ده يا جدعان؟ بص انا مقفل مقفل مقفل، ايوه عاش جد والله. طب ادي الجنيولا طيب، ولا ادي لاي حد يا جدعان، ما انا عامل بيها مهارة تغيير مسار والله. يلا ايه 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 ما ماشي ماشي، بخسر انا بخسر، بس فاندر سار معايا، فاندر سار ان شاء الله يصد. اها يا نهار اسود، فاندر سار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا يا جدعان، هو حلو، هو حلو، ما تقلقوش ما تقلقوش، اكيد ما صرفتش فلوسي على الفاضي، اكيد ما صرفتش كل الفلوس اللي معايا على الفاضي، اكيد استثمرتهم في حارس صح هيقعد معايا 6 شهور واتعود عليه، اكيد اكيد فاندر سار جامد. صح، يا ملك ملك ملك، قال ليه كده؟ بس انا مش عارف السرو ازاي ما راحش الجنيولا بصراحه، يعني ازاي يعني ازاي السرو زي ده ما يروحش، مش فاهم انا والله. عبط عبط وهلس وحوارات وقصص، السرو ده يروح لجينيولا والله، السرو يروح لجينيولا وجينيولا يطرش الهدف كده للي ايا كان الخصم، الحارس مع مين، نار عظيم. انا دلوقتي بقيت اخش على الخصم، اول حاجه ابص عليها لما بلعب لوحدي اللي هو الخصم ده اساسا يعني بنظامه ايه، دي نيوتو. يلا والله على الرايق، ماشي ماشي، انا عايز اطور يا جدعان، عايز اطور اللعيبه بتاعتي، عايز ابيع اساك، مع ان اساك مش مقصر بصراحه، بس عايز اطور، عايز اطور، ماشي عاش، عايز اعمل لقطه، مش عارف لقطات ايه وانا خسران، بس يعني جيت اعمل لقطه فاهم، وولكر خدها بظهره، خدها في ظهره، هو ارث وولكر بيحب ياخد، فخدها في ظهره، ماشي. طب ممكن تيجي دي يا جدعان، ماشي انا مقفل، ولا مقفل ولا اي نيله، الدفاع بتاع كله طلع يهاجم معايا في اللقطه اللي فاتت، فدلوقتي هو هترجع لنا مرتده، بس فاندر سار موجود، انا شاري فاندر سار بفلوس كتير قوي، ففاندر سار هيصد اي عرضيه وهيصد اي حاجه. الواد عايز يعمل لقطه، بس مهما الواد عمل لقطات فاندر سار هيصدها، فاندر سار في الكفاءه منه، فاندر سار في الكفاءه والله العظيم. انا متعود الكره دي، انا على فكره انا سايبه، هو كنا فاكرين ان هو جاب هدف في البابا وكده وهيفوز، ولا، انا بس بشوف فاندر سار يا ولد، يخرب بيت جمال، اقسم بالله عشق فاندر سار، خلاص عشق. شوف انا بخلي الواد بس يجيب عشان نجرب فاندر سار، يعني انا اوعى تكون فاكر ان انا جايب فيها هدف وكده، لا، يا اخويا اوعى تكتب لي في الكومنتات الواد خسرك وبلعت وبتاع، لا يا اخويا لا، ما بلعتش، ده انا بجرب فاندر سار يا باشا، انما الواد ده انا ممكن اخسره بسهوله. مالك يا عم بتحرفش ليه كده يا ولد يا فاندر سار، والله العظيم فاندر سار يا جدعان، هتكلم اقول ايه بس، فاندر سار جامد قوي.
فاهم، الواد بيحرفش وكده، اوعى تكون فاكر ان هو حرفش على البابا، لا اوعى تقول كده، اوعى تكتب لي كده في الكومنت، لا ما حرفش على البابا، البابا جامد لوحده سكه ودغري. بابا انا بس بجرب فاندر سار سكه ودغري، وجربنا فاندر سار وادينا شفناه عامل ازاي، يعني اديك شفت الدنيا عامله ازاي، يعني اوعى تقول بلعت وخسرت ماتش وبتاع وهدي وغلبك ونزلك من بطل فيفا الحوارات دي، عيب عيب. انا البابا. طب يا جدعان انا معلش اخر 5 ثواني بس، عايزين ايه والنبي يا اسطى؟ يا لهوي على الخرا، يا لهوي على البصه خرا، يا لهوي الواد هيلعب نزاهه وشرف يا صاحبي، نزاهه وشرف برضه ولا ايه؟ والنبي يا صاحبي يختي يا جدعان يا جدعان. ماشي. عامة بعيدا عن ال 60,000 اللي احنا هنخسرهم دي، بس ماشي جود جيم، بعت له جود جيم، خد لايك يا صاحبي، خد لايك يا صاحبي، خد ماشي، تسلم لي يا اخويا، خلاص يا اخويا، خلاص يا اخويا، عايز اقفل الفيديو يا اخويا، مش هنقضيها خلاص يا يا اختي. خسرت 17 كام؟ 11,000. يا لهوي نزلت من بطل فيفا، نزلت وشكلي وحش. ماشي ماشي. عامة يا جدعان لو جينا لتجربة فاندر سار، فهو حرفيا سد 3 كور ورا بعض تقريبا كده بأهداف، أهداف محققة، الأرتو بس هي اللي جت فيه، بس بشكل عام الحارس ده يا جدعان شكلي إيه، هطوره ل 25 رانك وانزل بيه كده التصنيف كده مرتاح بجد والله. الكارت تحفة، انا صدلي اخر 3 كور كده جامدين فشخ. نقفل على كده ونتقابل تاني بعدين يا رجالة، سلام عليكم.